الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج مطارحات في العقيدة، عنوان حلقة الليلة معاوية وظاهرة وضع الحديث القسم الثاني. نرحب باسمكم بضيفنا الكريم سماحة آية الله سيد كمال الحيدري. مرحبا بكم سماحة السيد. أهلا ومرحبا بكم دكتور. حياكم الله سماحة السيد. هل هناك، طبعا أولا إذا كان لديكم تمهيد قبل أن أطرح الأسئلة أو أبدأ بالسؤال؟ لا تمهيد أكون. أحسنتم. إذن يعني إذا كان لديكم تمهيد كما تفضلتم توجزون به ما تفضلتم به قبل الأسئلة، تفضلوا. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. هناك مجموعة من الأمور أشير إليها إجمالا. الأمر الأول أنه لا إشكال أنه من الحقائق التي لم يختلف عليها أحد من علماء المسلمين أن أعداء الإسلام حاولوا أن يقضوا على الفكر الإسلامي من خلال وضع الأحاديث. نعم. وهذه ظاهرة لا أتصور أن أحد يشك في وجودها وفي تحققها. هؤلاء باعتبار أنهم لم يكونوا قادرين على التلاعب بالقرآن أو زيادة القرآن أو نقيصة القرآن، فتوجهت إمكاناتهم لظاهرة وضع الحديث على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى لسان أصحاب رسول الله. والدليل القطعي على هذه الظاهرة الممنهجة والواسعة هي مئات الكتب التي كتبها علماء المسلمين في بيان الأحاديث الموضوعة، والكتب التي تحدثت عن علم الرجال وعن علم الجرح والتعديل وعن التصحيح وغير ذلك من الأمور. هذه كلها تصب في نقطة واحدة، في ظاهرة واحدة، وهي أن ظاهرة وضع الحديث كانت من أهم الظواهر التي ابتلي بها الفكر الإسلامي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن هذه الظاهرة بدأت في عهد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، يعني لا يتبادر إلى ذهن أحد أنها متأخرة، لا، وجدت. والشاهد على ذلك الروايات الصحيحة المتفق عليها بين علماء المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وآله لا في موقع ومكان وزمان معينين، بل في أزمنة وأمكنة وظروف متعددة كان يرتقي المنبر ويقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن هذه الظاهرة نمت في زمن الخلفاء، يعني الخليفة الأول والثاني والثالث وما بعد ذلك. وأهم عامل أدى إلى نمو هذه الظاهرة، ظاهرة وضع الحديث واتساع هذه الدائرة، هو منع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله من الكتابة والتدوين، باعتبار أن حديث رسول الله لم يدون. إذن كل يستطيع أن يدعي وصلا بليلة، يأتي ويقول أن رسول الله قال كذا، أن رسول الله قال سمعت رسول الله. ولا توجد هناك مدونات وكتب أساسية. كيف الآن في زماننا لا يمكن لأحد أن يضع الحديث على رسول الله؟ لو دون الحديث وسمح الخلفاء بتدوين أحسنتم، الذي هو مفسر القرآن وهي السنة النبوية، لا أقل أنتم الذين تعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا، كتاب الله وسنة نبيه وسنتي. خب، لماذا منعتم السنة من التدوين حتى تجعلون من مناقب عمر بن
عبد العزيز أنه رفع المنع ماذا عن تدوين الحديث. هذه قضية وقفنا عليه لعله أشرنا إليها في أبحاث سابقة، مع أن النصوص النبوية واضحة أنه كان يقول لأصحابه اكتبوا عني كل ما يخرج منه فإنه لا يخرج منه إلا حق، كما أشرنا إلى هذه النصوص في الأبحاث السابقة. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة التي هي محل الكلام وأبحاثنا في هذه الحلقات منصب على هذه النقطة، وهو أنه ما هو دور بني أمية بشكل عام، يعني العهد الأموي، ودور معاوية بشكل خاص في وضع الأحاديث على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله من خلال مجموعة من المأجورين الذين استأجرهم لهذا الغرض. إذن أبحاثنا إن شاء الله تعالى في الحلقة، في هذه الحلقة ولعله في حلقة وحلقتين أخرين في الأبحاث اللاحقة، سنعرض نقف عند هذه القضية. ما هو دور بني أمية عموما، ودور رأس الدولة الأموية يعني معاوية في وضع الأحاديث على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله، وخصوصا في الفضائل المرتبطة ببني أمية والمرتبطة بمعاوية. أحسنتم كثيرا، صار واضحا سماحة السيد. إذن هل هناك نصوص تاريخية تبين لنا أن معاوية خصوصا وبني أمية عموما كان لهم دور واضح يعني في وضع الأحاديث أم لا؟ ليس الأمر كذلك. ليس الأمر كذلك. نعم. في الواقع أنه أتصور أن هناك شواهد متعددة تثبت لنا أن معاوية ومن بعد ذلك بني أمية بنحو عام كان لهم دور أساس في منهجة هذه الظاهرة وتوسيع هذه الظاهرة. ولكنه أريد في هذه الليلة أبحث أو أبدأ ببحث مرتبط بابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة. أتصور أنه الآن بمجرد أن البعض ممن يتابع هذا البرنامج يسمع ابن أبي الحديد ويسمع شرح نهج البلاغة مباشرة يقول أن ابن أبي الحديد هو متهم ماذا؟ التشيع. بالتشيع مثلا. طبعا هذه التهمة أنتم عندما تراجعونها تأريخيا تجدونها إنما هي منشأها المنهج الأموي، ومنشأها ومن روج لها أتباع المنهج الأموي المحدثين في زماننا ومقلدي وأتباع ابن تيمية. يعني بعبارة أخرى، في بعض كلمات السابقين توجد هذه التهمة، ولكن الذي روج لها في زماننا وحاول أن يسوقها في الفكر الديني عموما أن ابن أبي الحديد شيعي أو رافضي ونحو ذلك، إنما هم من؟ هم أتباع النهج الأموي الجدد أو المحدثين في زماننا ومقلدي ابن تيمية. ولكنه هنا إذا يسمح لي واقعا المشاهد الكريم أريد أن أقف لكم دقيقة في هذه القضية. أساسا هل أن ابن أبي الحديد شيعي أو أنه ليس بشيعي؟ هذا أولا. وإذا لم يكن شيعيا فمن أين جاءت عليه تهمة ماذا؟ تهمة التشيع. نعم. يعني مع أنه يصرح على كما سيتضح أنه ليس بشيعي وإنما هو اتجاه آخر، ومع ذلك يتهم بأنه شيعي، من أين جاءت هذه القضية؟ نعم. في الواقع أنا أريد هنا في المقدمة أن أشير بأنه على مستوى البحث العقدي، لا على مستوى البحث الفقهي، على مستوى البحث الفقهي هو ينقسم الناس إلى حنفية وإلى مالكية وإلى شافعية وإلى ظاهرية وإلى زيدية وإلى آخره. هذا على مستوى البحث الفقهي. أما على مستوى البحث الكلامي والبحث العقائدي فيوجد عندنا هناك علماء هم من الاتجاه الأشعري الأشاعرة، وعلماء هم من الاتجاه المعتزلي أو الاعتزالي، وعلماء هم من مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام،
وعلماء وأعلام من مدرسة الاتجاه الأموي، نعم، الذي إن شاء الله سيأتي الحديث عنهم بعد ذلك. هنا لابد أن نقول أن ابن أبي الحديد لا هو أشعري ولا هو إمامي ولا هو أموي، بل هو ماذا؟ معتزلي. بل هو معتزلي. هسه الآن يأتي هذا التساؤل، ما هو الفارق الأساس بين المعتزلة وبين الإمامية؟ الفارق بين الإمامية والأشاعرة واضح، طبعا أتكلم على مستوى بحث الإمامة، لا على مستوى بحث النبوة، لا على مستوى بحث التوحيد، له أبحاث أخرى، أتكلم على مستوى البحث العقدي. ما هو الفارق الأساس بين أو النظرية الاعتزالية والنظرية الإمامية الاثني عشرية في مسألة الإمامة لا في المسائل الأخرى؟ الجواب أن المعتزلة يعتقدون بصحة خلافة الأول والثاني والثالث، يعني يقولون أن خلافة أبي بكر صحيحة وشرعية، وخلافة عمر صحيحة وشرعية، وخلافة عثمان صحيحة وشرعية. هذا أولا. وثانيا، اختلفوا فيما بينهم من الأفضل، هل الأفضل علي بن أبي طالب أو الأفضل أبو بكر وعمر. هنا انقسم المعتزلة إلى فرقتين، إلى صنفين، صنف يرى بأفضلية علي وإن كانت خلافة أبي بكر وعمر شرعية، إلا أنه يقبلون بتقدم المفضول على ماذا؟ على الفاضل. وصنف يقول لا، أن الترتيب بينهم على ترتيب الخلافة الزمنية التي وقعت لهم. أما مدرسة أهل البيت فهي لا تعتقد بأن خلافة الأول والثاني والثالث خلافة ماذا؟ خلافة شرعية. لماذا؟ باعتبار أنهم يعتقدون أن الخلافة إنما هي لعلي بالنص الثابت عندهم، بغض النظر أن مدرسة الصحابة يوافقون أو لا يوافقون. هذه مسألة. المسألة الثانية أن المعتزلة ليس الأئمة عندهم 12، ولكن مدرسة أهل البيت الأئمة عندهم ماذا؟ 12. المسألة الثالثة أن المعتزلة لا يعتقدون بعصمة الأئمة، ولكنه أئمة أهل البيت أو مدرسة الإمامية يعتقدون ماذا؟ بعصمتهم. المسألة الأخرى أن المعتزلة لا يعتقدون بحياة الإمام الثاني عشر وهو المهدي المنتظر، بخلافه ماذا؟ مدرسة أهل البيت. أحسنتم. إذن الفوارق كبيرة جدا بين المعتزلة وبين ماذا؟ الإمامية. وبين الإمامية، فضلا عن الأشاعرة والنهج الأموي والمدرسة الأموية. السؤال المطروح هنا، هل أن ابن أبي الحديد هل هو معتزلي أو شيعي إمامي؟ أنا أقرأ بعض العبارات كما وردت في أول شرح نهج البلاغة، كما يقولها، طبعا هذا شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، الكتب العلمية، انتشارات دار الكتب العلمية. هنا يقول الطبعة الأولى هنا في المقدمة، المحقق طبعا هو المحقق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العلمية، عيسى الباب الحلبي وشركاه، الطبعة الأولى سنة 1378. هناك في مقدمة التحقيق يقول ومؤلف هذا الشرح هو فلان فلان ابن أبي الحديد المدائني، أحد جهابذة العلماء وأثبات المؤرخين، ممن نجم في عصر العباس الثاني، كان فقيها أصوليا وله في ذلك مصنفات معروفة مشهورة، وكان متكلما جدليا نظارا، اصطنع مذهب الاعتزال، وعلى أساسه جادل وناظر وحاج وناقش، وفي شرح النهج وكثير من كتبه آراء منثورة مما ذهب إليه، وله مع الأشعري، يعني أبو الحسن الأشعري مؤسس الأشعرية، نعم، والغزالي والرازي كتب ومواقف، هؤلاء أعلام المدرسة الأشعرية. أحسن. هذا يقوله محقق الكتاب محمد أبو الفضل إبراهيم. ويكفينا ما يقوله هو، يقول
اتفق شيوخنا، التفتوا في من متن الكتاب صفحة 7، يقول القول فيما يذهب إليه أصحابنا المعتزلة في الإمامة والتفضيل والبغاة والخوارج، يقول اتفق شيوخنا كافة المتقدمون منهم والمتأخرون والبصريون والبغداديون على أن بيعة أبي بكر الصديق بيعة صحيحة شرعية كما يقول ابن أبي الحديد. قول جمهور المسلمين. وقعا أنا لا أعلم بعد كيف يمكن أن يتهم مثل هذا الشخص بأنه ماذا إمامي إثنى عشري، وأنها لم تكن عن نص، لأن هؤلاء لا يعتقدون بنظرية النص، وإنما كانت بالاختيار الذي ثبت بالإجماع. واختلفوا في التفضيل، يعني المعتزلة اتفقوا في صحة خلافة الأول والثاني والثالث أبي بكر وعمر وعثمان، ولكن اختلفوا في من هو الأفضل. هل علي أفضل منهم أو أبو بكر وأبو بكر وعمر وعثمان أفضل ممن؟ أفضل من علي. هذا ما يصرح هو به في هذا المجال. من هنا يأتي هذا التساؤل دكتور، وهو أنه إذا كان الرجل يصرح بأنه هو معتزلي ويصرح بصحة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، إذن من أين جاءت تهمة ماذا؟ تشيعي. تهمة التشيع له. واقعا القضية هو مهمة. يعني من أين؟ وهنا أريد في هذه الليلة في هذه الحلقة يتضح للمشاهد الكريم بأنه هؤلاء عندما يقولون شيعي، عندما يقولون رافضي، طبعا يكون في علم المشاهد الكريم، هذه الاتهامات في الأعم الأغلب إنما تصدر من أصحاب النهج الأموي الذين يرون عدالة معاوية فضلا عن عدالة الصحابة الآخرين، ويترضون عليه ويترحمون عليه ويقولون اجتهد فأخطأ، بل بعضهم يقول اجتهد وكان ماذا؟ وكان على الحق، ولكنه علي كان أقرب ومعاوية كان ماذا؟ كان أبعد. وبعضهم لا، أساسا يقول بأنه كلاهما متساو في الحق، هذا كان على الحق وهذا كان ماذا؟ على الحق. المهم، إذن من أين جاءت تهمة التشيع؟ إخواني الأعزاء، المشاهد الكريم، في هذه الليلة أريد أن ينتظر معي بعض الدقائق واقعا لنعرف أساسا هؤلاء عندما يقولون أن فلان شيعي، فلان رافضي، فلان مغالي، فلان صاحب بدعة، أساسا ما هو الملاك عند التشيع عندهم؟ هل الملاك في التشيع عندهم كالتشيع الذي نحن نعتقده أتباع مدرسة أهل البيت؟ نحن الآن بينا نحن لا نقول شيعي إثنى عشري إلا لمن آمن بالإمامة بتلك الأصول التي أشرنا إليها. تعالوا معنا لنقف على ضابط التشيع وملاك التشيع عند أصحاب النهج الأموي المتقدمين منهم والمتأخرين. أنا أشير إلى ضوابط أو تعاريف ثلاثة ذكره هؤلاء الأعلام من أساطين النهج الأموي لتعريف الشيعي والتشيع. المورد الأول ما ورد في كتاب هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر العسقلاني دار السلام الرياض. هنا في هذه المقدمة في صفحة، وبودي أن يدقق المشاهد الكريم لأنه لعله لا نوفق أن نشير إلى هذا البحث مرة أخرى، في صفحة 646 من الكتاب، فصل في تمييز أسباب الطعن في المذكورين، ومنه يتضح من يصلح منهم للاحتجاج به ومن لا يصلح، إلى أن يقول، التفتوا جيدا، يقول التشيع، يريد يعرف التشيع ما هو، حتى على أساسه نحن نعرف عندما يقولون النسائي شيعة أو ابن عبد البر شيعي أو أبو الفرج الإصفهاني شيعي، على أي أساس يقولون هؤلاء شيعة؟ يعني يعتقدون بعصمة الأئمة هؤلاء، يعتقدون أن الإمامة بالناس، يعتقدون بحياة الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت هكذا، أو أن لهم اصطلاحهم الخاص. يقول والتشيع ركنان، التفتوا لي جيدا، والتشيع محبة علي وتقديمه على الصحابة.
خلص هذا خلص. هذا وسام يعطى لك. اسمحوا لي. إذا أيها المسلمون في العالم، من أحب عليا وقال هو أفضل من الصحابة فهو ماذا؟ شيعي. فهو شيعي. طبعا أي صحابة كان، لكي لا تكون شيعيا لابد إما أن لا تحب عليا أصلا فتخلص من القضية، فتخلص من هذه التهم، تهمة الإرهاب والبدعة. نعم. هذه التهمة اللي موجودة الآن في أمريكا وإسرائيل، بأنه إما أن تكون معهم، إما أنت ماذا ضبط. إما أنت إرهابي مولا. نعم. هؤلاء نفس المنطقة يستعملونه. إما أنك لابد إذا إما أن لا تحب عليا خلص نخلص من القضية، ينتفي مثل معاوية وبني أمية. نعم. أبغضوا عليا، كانوا من النواصب، كما قال ابن كثير في البداية والنهاية، قال كل بني أمية، كل زعمائهم، كل خلفائهم كانوا ماذا نواصب. كانوا من النواصب. نعم. هؤلاء خلصانين بعد، هؤلاء الشيعة وليسوا بشيعة، ليسوا بشيعة. لا يمتن. وإما إذا أحببت عليا لابد أن تلتفت، لا يحق لك أن تقدمه على أي واحد من الصحابة وإن كان في المتأخرين، وحتى لو كان أمثال عمر بن العاص، حتى لو كان معاوية، حتى لو كان أمثال بسر بن أبي أرطات، لا ينبغي أن تقدمه. بمجرد أن تقدمه على أي صحابي، حتى حتى لو كان ذلك الصحابي منافقا، فأنت ماذا شيعي. فأنت شيعي، وهذا لازمه ماذا، لازمه أن 99% من المسلمين ماذا شيعة واقع، لأنه يقينا أن المسلمين بشكل عام هم يحبون عليا ويقدمونه ويقدمون. نعم. بعضهم يقول أنه لا يتقدم على أبي بكر وعمر ولا يقدمونه على باقي الصحابة. التفتوا لي جيدا. إذن تعريف العسقلاني، ابن حجر العسقلاني يقول التشيع هو محبة علي. مرة أخرى أقرأ العبارة بودي لمن يريد أن يقرأ هذه العبارة أو يكتب هذه العبارة، التفتوا جيدا. يقول التشيع محبة علي وتقديمه على الصحابة. جيد. والآن إذا قدمه على بعض الصحابة دون البعض الآخر يقول بلي هذا التشيع. خب إذا قدمه على أبي بكر وعمر أيضا يقول لا، بعد هذا ليس شيعي، هذا رافضي. إذن الآن بعد أن نتعلم اصطلاحات جديدة. نعم. هؤلاء عندما يقولون شيعة مرادهم حب علي وتقديمه على بعض الصحابة. إذا قالوا شيعي رافضي يعني قدم عليا على ماذا؟ أبي بكر وعمر. وإن أحب أبا بكر وعمر، ها نعم. التفتوا جيدا. نعم. يكون في علمكم، مو أبغض أبا بكر وعمر، مو قال أن خلافتهما ليست شرعية، لا لا لا، فقط قال بتفضيل علي على أبي بكر وعمر، هذا صار ماذا؟ رافضي. رافضي. قال فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيعه ويطلق عليه رافضي. زين، عرفنا الرافضي. بلي، الآن اتضح الرافضي من هو. نعم. الرافضي. إذن كل العلماء، كثير من علماء المسلمين، مع أنهم يصححون خلافة أبي بكر وعمر، إلا أنهم يفضلون من عليا. يفضلون عليا على من؟ على أبي بكر. على أبي بكر وعمر، وإن كان يقولون بصحة خلافة أبي بكر. نعم. ولكنه يقدمون المفضول على ماذا؟ نعم. على الفاضل. قالوا ويطلق عليه رافضي. هسه الآن، فإن انضاف إلى ذلك السب أو التصريح بالبغض فغال في الرافض. أنا أتصور إذن صارت عندنا ثلاث اصطلاحات. نعم. المشاهد الكريم لابد أن يلتفت أن هؤلاء عندما يقولون هذا شيعي، هذا رافضي، هذا مغال في الرافض، ما هو مقصودهم؟ من ابن حجر العسقلاني. إن أحببت عليا وقدمته على الصحابة وإن لم تقدمه على أبي بكر وعمر. نعم. فهو ماذا؟ أنت شيعي. فأنت شيعي. هذا معناه كما قلت أن عموم المسلمين بناء على هذا التعريف شيعة. هم شيعة. وإن قدمت أحببت عليا وقدمته على أبي بكر وعمر فأنت رافضي. وإن أبغضت أبا بكر وعمر فأنت ماذا؟ غال في الرافض. فأنت غال في الرافض. هذا هو التعريف الأول الذي يذكره هذا الإنسان. التعريف الثاني،
أريد أبين لك الضوابط حتى يتضح للمشاهد عندما يقولون ابن أبي الحديد شيعي، مو مرادهم من الشيعي ماذا المعنى المصطلح للتشيع، وإنما هم وضعوا لأنفسهم معنى خاص للتشيع وللرفض ويطبقونه على هذا أو على ذاك. التعريف الثاني للتشيع ما ذكره في ميزان الاعتدال للإمام أو الحافظ الذهبي، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، حقق هذا الجزء محمد رضوان عقرسوسي الرسالة العالمية في الجزء الأول من هذا الكتاب في ترجمة أبان ابن إسحاق، يقول عفوا في ترجمة رقم الترجمة 2 أبان ابن تغلب الكوفي، يقول شيعي جلد لكنه صدوق فلنا صدقه وعليه بدعته. يعني التشيع بدعة. بلي هسه الآن سيبين. مع صدقه. بلي مع أنه صادق. هسه التفتوا جيدا. يقول وقد وثقه أحمد بن حنبل وابن معين وأبو حاتم وأورده ابن عدي وقال كان غاليا في التشيع. فلقائل أن يقول كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة؟ وجوابه أن البدعة على ضربين. التفتوا أيها المشاهد الكريم حتى تعرفون أنه عموم المسلمين راح يصيرون أصحاب ماذا؟ بدعة. أصحاب البدعة الصغرى. نعم. فبدعة صغرى كالتشيع بلا غلو، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق. هؤلاء أصحاب بدعة مساكين صغرى. لأنهم أحبوا ماذا؟ عليا. أحبوا عليا وليس أكثر من. لا إله إلا الله. هو يقول فهذا كثير. التفتوا أيها المشاهد الكريم، يقول فهذا كثير، يعني البدعة الصغرى. نعم. هسا هاي البدعة ما هي؟ حب علي، ماكو شيء آخر، حب علي. وكأنه رسول الله لم يقل من لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. ولكن انظروا إلى التاريخ كيف كتب بأيدي هؤلاء الأمويين، أيدي ملوثة في الواقع. واقعا انظروا إلى هذا الخبث، هذا التحريف في التاريخ، هذا التاريخ كتبه هؤلاء، يعني الاتجاه الأموي، يعني أعمدة النهج الأموي القدامى والمحدثين منهم كما سيتضح. يقول فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق. كل ذلك لا ينفع، كله لا ينفع مقابل التشيع، مقابل حب علي لابد. لا يحبون عليا، أو إذا أحبوه لابد يخلوه في آخر قائمة الصحابة. فلو رد التفت تقول خب لماذا قبلتم حديثهم؟ يقول عندنا مشكلة، لو لم نقبل حديثهم لما بقي عندنا من الإسلام شيء. فكأن الإسلام ممن نقل؟ من هؤلاء، من هؤلاء، من محبي علي، من محبي علي لا من مبغضي علي. يقول فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، لأنهم ثقات وحافظون، ثقات وورعين وأصحاب علم وأصحاب. هسه هذا الكلام اين؟ وكلام واقعا ابن تيمية الذي يقول هم أهل جهل وزندقة. نعم. يتذكر المشاهد الكريم في الحلقة السابقة في الأطروحة المهدوية ذكرنا. نعم. يقول عنهم، يقول هؤلاء ليس فيهم عالم، ليس فيهم عالم على الأحوال. وهذه مفسدة بينة. ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل، إلى أن يقول هسه أنا مو محل عندي، ما أريد أطيل على المشاهد. فالشيعي الغالي عند الحافظ الذهبي، التفتوا من هو الشيعي؟ من أحب عليا شيعي. التفتوا جيدا، لعد الشيعي الغالي منه أيها الذهبي. يقول فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا وتعرض لسبهم. إذن المشكلة وين؟
المشكلة أن هؤلاء لابد أن لا يتعرضوا ماذا؟ لمعاوية ولمن خرجوا على علي عليه أفضل الصلاة والسلام. حجرا محجورا. لا أحسنتم، هذه خطوط حمراء، هؤلاء معصومون، لا يحق لأحد أن يتعرض لهم. بمجرد أن يتعرض أحدهم لنقد أنه هذا خليفة زمانه، هذا إمام زمانه، والخروج على إمام الزمان كذا وكذا، يقول هذا صار الشيعي غال في الرفض. نعم، شيعي غال. إذن لكي تكون فقط شيعي ينبغي أن تحب عليا وتسكت عن ماذا؟ وتسكت عن معاوية. تحذف التاريخ كله. كله تحذفه، تسكت عنه، حفظا لكرامة من؟ معاوية. حفظا لكرامة معاوية. يقول أما والغالي في زماننا، يقول فهذا ولم يكن أبان بن تغلب يعرض للشيخين أصلا، مع أنه لم يكن يتعرض، ولكن مع ذلك بل قد يعتقد عليا أفضل منهما، من أبي بكر وعمر. إذن شي يصير مولانا؟ يصير صاحب بدعة. لا إله إلا الله. إذا فضلت عليا صاحب بدعة، فضلت أبي بكر وعمر، أنت صاحب دين. هذا 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 المنطق الأموي. فما هو الضابط واقعا؟ هذا المنطق الأموي، هذا المنطق الأموي يا أخي. افترضوا هذا اجتهاد وهذا اجتهاد. نعم. قد يأتي شخص ويجتهد ويقول أن الخليفة أن أبا بكر وعمر أفضل ممن؟ من علي. وهذا اجتهاد قد يصيب وقد يخطئ. ويأتي مجتهد آخر، لا أنه يعتقد بعصمته، لا أنه يعتقد بالنص على، لا يعتقد فقط ماذا؟ بأنه أفضل. يكون صاحب ماذا؟ بدعة. صاحب بدعة. شوفوا هذا الإرهاب الفكري، هذا الذي كان في القديم والآن في الفضائيات والآن في المناهج الدراسية. أنتوا اذهبوا إلى المواقع التي الآن توجد فيها مدارس الأمويين في السعودية وغيرها، تجدون أن هذا النهج حاكم. إذا آمنت بأفضلية أبي بكر وعمر فأنت على الصراط المستقيم، وكأنه نزلت آية في القرآن أو آيات في القرآن ونصوص نبوية متواترة بأفضلية أبي بكر. نعم. وعمر. أما إذا اجتهدت وقلت أن عليا أفضل، بعد لا ينفع لا ورعوك ولا صدقك ولا أمانتك ولا زهدك، مع أنه أنه أنت مني بمنزلة هارون من موسى. هذا المشاهد الكريم بيودي، هذا ما أتينا التعريف الثاني للتشيع. التعريف الثالث، حتى تعرفون عندما يتهمون أحد أن هذا شيعي على أي أساس يتهمونه أنه شيعي. التعريف الثالث، عندي وقت دكتور؟ نعم، نعم، تفضل. التعريف الثالث ما ذكره ابن تيمية، وهذا واقعا هو رأس الأمويين والتنظير الأموي. انظروا ماذا يقول ابن تيمية في منهاج السنة، قال في منهاج السنة تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، هاي المجلد 4 مجلدات، في الصفحة الجزء الرابع صفحة 288. التفتوا لي جيدا، بودي أن المشاهد يلتفت جيدا إلى هذا النهج الخطر في تقييم الأشخاص. يقول مع أن الحاكم، يعني الحاكم النيسابوري. نعم. صاحب كتاب المستدرك على الصحيحين. نعم. مع أن الحاكم منسوب إلى التشيع. هسه يا ابن تيمية، هذا ماذا فعل المسكين ابن الحاكم النيسابوري حتى تتهمه ماذا؟ بالتشيع. يعني لو الآن يرئي، هل تكلم على الشيخين؟ هل فضل الشيخين؟ هل شكك في صحة خلافة الأول؟ أبدا والله. فقط عنده فد مشكلة بودي، هذه بعد هذه هواية مهمة. وقد طلب منه أن يروي حديثا في فضل معاوية، فقال ما يجيء من قلبي، ما يجيء من قلبي، وقد ضربوه على ذلك فلم يفعل. وقد أتى بهتانا في عند ابن تيمية. لا فقط، لا ينقل، ما تكلم على معاوية. نعم. ما اتهمه أنه منافق. أبدا. ما اتهمه أنه فاسق فاجر يبيع الخمور والأصنام ويتاجر بالربا. لا 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 أبدا. قلبه لا وإنما طبعا. وإنما قال لا توجد عنده فضيلة حتى أنقلها. إذن صار ماذا؟ إذن تبين الآن ميزان التشيع عند ابن تيمية، اتضح. ما هو ميزان التشيع؟ إن قبلت فضائل معاوية فأنت ماذا؟ فأنت سني على السنة والجماعة. على السنة والجماعة، وأنت على الصراط المستقيم. أما إن لم تقبل فضائل معاوية
وإن قبلت فضائل الصحابة الآخرين كالخلفاء وغيرهم، هذا ينفع أو لا ينفع؟ لا ينفع. بعد أكثر من ذلك، التفتوا جيدا، التفتوا جيدا، يقول لكن تشيعه، تشيع من؟ الحاكم. لكن تشيعه وتشيع أمثاله، أمثال منه؟ الحاكم، من أهل العلم بالحديث كالنسائي صاحب السنن. أحسنت. هذا تبين أيضا ماذا؟ أيضا لم يذكر أيضاً معاوية. أيضا بعد، وابن عبد البر الأندلسي. بالي، هذول كلهم شيعة هذول في نظر ابن تيمية. لماذا؟ لأنهم لم يقبلوا فضائل من معاوية. معاوية، وإلا آمنوا بصحة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، وآمنوا بأن الصحابة كلهم عدول، وآمنوا بأن الخليفة الأول والثاني والثالث أفضل من علي، وآمنوا أن معاوية أيضا عادل، وآمنوا 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 وآمنوا، ألف آمنوا وآمنوا، ولكن فقط لم ينقلوا ماذا؟ أحاديث فضائل معاوية. إذن ما هم؟ هم شيعة. إذن صار واضح من خلال المنتج. لا لا بعد، من هو الشيعي ومن هو غيره؟ جزاك الله خير، أنا هذا الضابط أريد أن يعني. نعم. هذا الأصل الذي بنى عليه المتقدمون من النهج الأموي في تعريف ماذا؟ الشيعي. في تعريف التشيع. إذا عندي وقت دكتور نذهب إلى فاصل ثم نعود. إذن مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إليكم، فانتظرونا. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ومرحبا بسماحة السيد. مرحبا بكم. أهلا بكم. مرحبا بكم. نعم تفضل سماحة. نعم. السيد، إذن المعيار الثالث الذي يعتمده الشيخ ابن تيمية وأتباع ابن تيمية ومقلدي ابن تيمية المحدثين، نعم، وهو المنهج الأموي أو أتباع الأمويين الجدد أو المحدثين، اللي واحد منهم والله بيني وبين الله أربأ بنفسي أنه أنقل من هذا الكتاب ومن مؤلفه، لعدم مو فقط استحقاقه أن ينقل عنه، ولكن لعدم كونه مؤدبا، لا توجد عنده أي لياقة أدبية وأخلاقية. انظروا اسم كتابه، إسكات، وأتذكر فيما سبق أنا قرأت هذا الكتاب، يعني أشرت إليه، إسكات الكلاب العاوية بفضائل خال المؤمنين معاوية، جمع أبي معاذ محمود بن إمام بن منصور، مكتبة العلوم والحكم السعودية. السعودية. نعم. جيد. وهذا الكتاب منتشر هناك بشكل واسع، والذين هناك والذين هم هناك يعلمون. هذا الرجل اعتمادا على الضابط الذي ذكره الشيخ ابن تيمية جاء وقال أن الذهبي صاحبه ماذا أشرنا إليه، وهو من صاحبه ميزان الاعتدال. نعم. أن الذهبي أيضا منحرف عن من؟ عن معاوية. لا إله إلا الله. بعبارة أخرى أن هذا أيضا شيعي. نعم. لماذا؟ التفتوا إلى عباراته، يقول في صفحة 147، فمثلا ترى الذهبي صاحب السير، سير أعلام النبلاء، نعم، ينقل ترجمة هذا الصحابي، يا صحابي معاوية، نعم، بنفس عجيب تفضحه الكلمات، فالواضح أنه منحرف عن هذا الصحابي الجليل. منه؟ الذهبي. نعم. والعجيب للبعض يعتذرون لمثل الذهبي، والذهبي لم يعتذر لهذا الصحابي. منه؟ معاوية. نعم. فمثلا هسه وين مشكلة الذهبي؟ ماذا قال هسه المسكين الذهبي؟ انظروا ماذا يقول عن معاوية. فمثلا قال معاوية بن أبي سفيان صخر فلان فلان أمير المؤمنين،
ملك الإسلام أبو عبد الرحمن القرشي الأموي المكي. هكذا عرفه في سير أعلام النبلاء. نعم. يقول هذا مو صحيح، هذا مو كافي في حق معاوية. قلت لم يزكيه بصحبته، لماذا لم يقل هو الصحابي؟ إذن هذا انحراف عمن؟ عن معاوية. بل لم يترضى عليه كما فعل مع باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تبين ما يكفي أنه أن لا تذكره بسوء، بل لابد ماذا؟ أن تترضى عنه، أن تترضى عليه. وإلا إذا لم تترضى فأنت ماذا؟ أيضا شيعي، فأنت شيعي أيضا. يقول يظهر المثالب ويقلل من الفضائل. مسكين الذهبي يعتقد بفضائل معاوية، ولكن شوفوا انظروا ماذا يقول. يقول قال حدث عن النبي وكتب له مرات يسيرة. قلت فما الداعي للتقليل من فضيلة أنه كاتب الوحي بوصفه مرات يسيرة؟ ليش يصفه بالمرات؟ يا أخي من الطلقة، مدة قليلة كانت هي. كان علينا أن يكون كريما مع معاوية. أنت تصور هذا التقييم، هذا هو النهج الذي بنى له ابن تيمية. التفتوا جيدا. إلى أن يأتي مولانا في صفحة، أنا هذه في صفحة 147، بودي أن المشاهد الكريم، إلى أن يأتي في صفحة 152 هكذا يقول. يقول ومعاوية، قال الذهبي، وقال الذهبي ومعاوية من خيار الملوك الذين غلب عدلهم على ظلمهم، وما هو ببريء من الهنات، والله يعفو عنه. هذا قول الذهبي. قول الذهبي. قلت هل يقال للصحابي الله يعفو عنه؟ من حقك أن تقول لمعاوية، لمن تريد أن تقول؟ قل لعلي، قل لرسول الله يعفو عنه، ما في مشكل. الله قال عفى الله عنك للنبي صلى الله عليه وسلم. والله هذا منطقه، هذا منطق الأمويين، هذا منطق الأمويين المحدثين الجدد. ماكو كان في أمريكا اليمين المهم، ما أريد أجيب هسأل، ما أريد أقايس في السياسة. هل يقال للصحابي الله يعفو عنه، أم يقال رضي الله عنك عنه؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. عجيب. بودي مسكين الذهب ارتكب كبيرة. بلي شلون يقول يعفو عنه؟ بعد ويأتي في صفحة 158، ما أريد أطيل. ثم نقل في ترجمة ابن الراعي، قال الذهبي كان يمتنع من الترحم على معاوية. ما يقول رحمه الله. نعم. ولا يشتم الصحابة. هذا منه ابن الراعي. نعم. ثم وصفه منه الذهبي. قال كان فيه تشيع بلا غلو. يقول صاحب الكتاب، قلت فهل معاوية ليس بصحابي؟ وهل عدم الترحم على معاوية أمر هين؟ أصلا هذا الكفر العظيم، تقع السماوات على الأرض منه إذا واحد لا يترحم. هذا هو المنطق الذي يبني عليه هو، وهو الذي دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هسه الآن والله لا على عقده، هسه هذا الكلام لا يقولونه في أي صحابي آخر أبدا. الله، فقط القضية وين؟ في رسول الله ما رأيت. ولا والله لا، أحسنتم. ولا الواحد يقسم الإنسان، هل أنكروا على رجل لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم ينقل أحد منهم. هذا هو منطق المحدثين من الأمويين، هؤلاء الذين كتبوا. طبعا الآن لو أريد أن أستعرض ماذا يقول هذا الإنسان، هذا الإنسان بعد لا يكتفي، والله خلي أشير إليه إذا يسمح لي، وإن كان الوقت يأخذ منا، ولكن حتى يعرف المشاهد الكريم. في صفحة 162 هكذا يقول، التفتوا جيدا، هكذا يقول في صفحة 162، إلى أن يأتي يقول ومن المنحرفين عن الصحابي معاوية، وله أيضا مصنفات، أحمد ابن شعيب ابن علي النسائي صاحب السنن. هذا منحرف، لأنه ماذا؟ لأنه لم يكتب في فضائل معاوية. وكذلك في صفحة 167 أيضا، المشاهد خلي يرى، في 167 يقول ومن المنحرفين عن الصحابي معاوية من المعاصرين أيضا، فليعلم المسلمون في مصر وغير مصر في العالم الإسلامي كله، كبير خوارج الزمان وإمامهم.
من هو هذا؟ التفتوا جيدا، كبير خوارج الزمان وإمامهم الذي ما ترك بدعة في كتابه الموسوم بظلال القرآن إلا وأصلها. سيد قطب. سيد قطب بلي، هذا كبير من أيها المسلمون في العالم، ما أريد أقول حركات الإخوان المسلمين في العالم، لا لا، أيها المسلمون في العالم، اسمعوا ماذا يقول عن من كتبت في ظلال القرآن. يقول: وقد كان فتنة لكثير من المفتونين، نسأل الله السلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ألا وهو السيد بن قطب. وحين يركن يقول عن معاوية: ولعن من يسبه. وحين يركن معاوية وزميله، يقصد عمر بن العاص، إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم، لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل، فلا عجب أن ينجح ويفشل. ده يبين سيد قطب، هذا هو نهج مدرسة الصحابة. مدرسة الصحابة تعتقد بشرحية خلافة الأول والثاني والثالث، وتعتقد بعدالة الصحابة، ولكن عندما يصلون إلى النهج الأموي يقولون أن بني أمية حساب آخر لهم، لا علاقة. وهذا الذي نحن كان عندنا إصرار أن نميز بين نهج بني أمية وبين نهج ماذا؟ الأموي. الصحابة. فهذا هو إمام الحزبيين في هذا الزمان. وأيضا من الحاقدين على الصحابي معاوية المدعو خالد محمد خالد في كتابه خلفاء الرسول. وهكذا مولانا عشرات من علماء المسلمين الذين منهم من أصحاب مدرسة الصحابة أو من أبناء علماء مدرسة الصحابة، كلهم ماذا؟ منحرفون، وكلهم ساقطون، وبتعبير هؤلاء كلهم ماذا؟ من الشيعة الروافض. لماذا؟ لأنهم لم يقبلوا ما يقوله النهج الأموي في معاوية وفي بني أمية. وأنا أتصور خير دليل على ما أقول الآن أنتم هاي الهجمة الشرسة اللي أنتم تجدوها الآن على شيخ الأزهر. أحسنت. في الفضائيات الآن تجدون هجمة شرسة على ماذا؟ على شيخ الأزهر. وهل واقعا أن شيخ الأزهر تشيع مولانا مثلا؟ هذا هو النهج الذي يؤمن. خب، جيد جدا. على هذا الأساس أنا أتصور للمشاهد الكريم الآن عندما يقولون أن ابن أبي الحديد شيعي، ما هو مقصوده؟ انحرافي عن معاوية. فقط انحراف عن معاوية، ما عنده مشكلة. يعني انحرف عن الباطل. بلي، من ينحرف عن الباطل، من ينحرف عن النفاق، من ينحرف عن الفجور، لأنه بني أمية يعني فجور، بني أمية يعني فسق، بني أمية يعني تدمير للسنة النبوية، بني أمية يعني وضع الأحاديث، وهذا سأثبته إن شاء الله تعالى للمشاهد الكريم. هذا هو النهج الذي الآن أنتم لو تذهبون إلى المناهج التعليمية والتربوية هسه، سواء في المملكة أو من يتبع هذه المناهج يعني في الحجاز وغيرها، تجد بأنه تركيز أكو على من؟ على بني أمية. تركيز يوجد على من؟ على معاوية. الوقت لا يسع أن أدخل فيه. أرجع وأقول فقط الآن للتاريخ فقط، ولا الوقت لا يسع الآن، دقائق وينتهي وقتي. نعم. انظروا الآن بيدي عشرات الكتب التي كتبت ماذا؟ في الدفاع عن معاوية. الآن هذه بيدي قائمة من 31 كتاب كلها في الدفاع عن معاوية، من فضائلي وأخبار معاوية، من أقوال المنصفين في الصحابي الخليفة معاوية، الأحاديث النبوية في فضائل معاوية، رد البهتان عن معاوية، معاوية في الكتاب والسنة والتاريخ، معاوية في الكتاب. لا إله إلا الله. لو كتب أحد هذا الكتاب عن علي قالوا انظروا هذا الغلو. درء الغاوية عن الوقيعة في خال المؤمنين معاوية، دفاع عن معاوية، سلسلة مشاهير قادة الإسلام معاوية، بسام العسلي، فضائل أمير المؤمنين معاوية، معاوية بن أبي سفيان وتأسيس، وعشرات. والآن لا أقل أنا الذي وقع بأيدي مجموعة من الكتب، من هذه الكتب هذا الكتاب أمامكم، سل من المعاصرين، من المحدثين، سل السنان في الذب عن معاوية بن أبي سفيان، تقديم فضيلة الشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد، كتبه سعد بن ضيدان السبيعي، هناك في المقدمة عندما يمدح الكتاب يقول: وقد
وقد اطلعت على ما كتبه الابن الشيخ فلان فيما يتعلق بمعاوية بن أبي سفيان والدفاع عنه، فوجدته قد أجاد وأفاد فيما كتب، فقد ذكر الأدلة التي تدل على فضل معاوية، وذكر كلام أهل العلم في الدفاع عنها من الكتب المعاصرة. من القدامى أيضا الخلافة والملك لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك مولانا معاوية بن أبي سفيان شخصيته وعصره الدكتور الصلابي، وكذلك ابن تيمية أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان، وكذلك من سب الصحابة ومعاوية فأمه هاوية الشيخ محمد عبد الرحمن المغراوي، وكذلك معاوية ابن أبي سفيان صحابي كبير وملك مجاهد منير محمد الغضبان، وكذلك تطهير الجنان واللسان عن ثلب معاوية ابن أبي سفيان إلى آخره لابن حجر الهيتم. هسه هذا كله واضح. الآن إذا عندي كم دقيقة وقت تفضل. وهو أنه خب سؤال هنا يطرح الإنسان هذا السؤال بيني وبين الله، ولا أريد أن أقف كثيرا، أساسا هل توجد فضائل لمعاوية أو لا توجد؟ سؤال هل توجد فضائل لمعاوية أو لا توجد؟ الجواب الوقت ضيق، الجواب انظروا إلى فتح الباري لشرح صحيح البخاري، فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، يقول التفتوا جيدا في أي جزء سمحت. في الجزء السابع صفحة 132 يقول أخرج ابن الجوزي من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل سألت أبي ما تقول في علي ومعاوية، سألت من يعني أحمد بن حنبل، فأطرق ثم قال اعلم أن عليا كان كثير الأعداء ففتش أعداؤه له عيبا فلم يجدوا. الله، والفضل ما شهدت به الأعداء، ففتشوا له عيبا فلم يجدوا. هذا من اللي يقول؟ إمام الحنابلة، إمامهم دي يقول أحمد بن حنبل فلم يجدوا، فعمدوا إلى رجل قد حاربه معاوية فأطروه كيادا منهم لعلي، بغضا لعلي، فأشار بهذا إلى ما اختلقوه لمعاوية من الفضائل مما لا أصل له. أحسنت. عشرات الكتب يكتبون فضائل مختلفة. وهم يقرؤون ابن حجر يقول أصلا يوجد دليل على الفضائل أو لا يوجد، مختلقة، كلها مختلقة، يقول مما لا أصل له. وقد ورد في فضائل معاوية أحاديث كثيرة. هم من وضع هذه الأحاديث؟ يعني وضعها الملائكة؟ وضعها الجن؟ لو وضعها معاوية وبني أمية. أحسنت. وأتباعهم. قال وقد ورد في فضائل معاوية أحاديث كثيرة لكن ليس فيها ما يصح من طريق الإسناد، لا يوجد ولا سند، ماذا؟ كلها مختلقة. أحسنت. كلها مأجورة، كلها كالإعلام الموجود الآن في كثير من الفضائيات الموجودة الآن. وبذلك جزم إسحاق ابن راهوي والنسائي وغيرهما والله أعلم. أنا الآن ما أريد أقف عند النسائي لأنه هؤلاء يتهمون منه بالتجميع. النسائي أريد أن أقف عند إسحاق ابن راهوي. انظر ماذا يقول ابن العسقلاني في تهذيب التهذيب في ترجمة إسحاق ابن راهوي، الجزء الأول في تهذيب التهذيب رقم المجلد الجزء الأول صفحة 112، إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد المعروف بابن راهوي المروزي، إلى أن يقول سئل أحمد بن حنبل عنه قال لا أعرف له بالعراق نظيرا. هذا مقام منه؟ ابن راهوي، إسحاق ابن راهوي. نعم. لا أعرف له بالعراق نظيرا. وقال النسائي إسحاق أحد الأئمة
وقال أيضا ثقة مأمون، وقال ابن خزيمة: والله لو كان في التابعين لأقروا له بحفظه وعلمه وفقهه. وقال أبو حاتم: ذكرت لأبي زرعة إسحاق وحفظه للأسانيد والمتون، قال أبو زرعة: ما رؤي أحفظ من إسحاق. وقال ابن حبان في الثقات: كان إسحاق من سادات أهل زمانه فقها وعلما وحفظا، وصنف الكتب إلى آخره. هذا إسحاق بن راهوي يقول بأنه ماذا؟ لم يثبت ولا نص واحد ماذا؟ في فضائل معاوية. نعم. والمصدر الثاني لهذا ما ورد في عمدة القاري في شرح صحيح البخاري المجلد السادس للحافظ العيني، المجلد السادس عشر صفحة 343: فإن قلت قد ورد في فضيلته، يعني معاوية، نعم، أحاديث كثيرة، قلت نعم، ولكن ليس فيها حديث يصح من طريق الأسناد. لا إله إلا الله. نص عليه إسحاق بن راهوي، ولذا اضطر البخاري، مع أنه كان مفروض أن لا يذكر له فضائل، نعم، ولكن ذكره، قال باب ذكر معاوية، لأنه لو كان يقول باب فضيلة معاوية لافتضح أمر البخاري. أحسنت. ولكن مع ذلك يقال للبخاري: إذا لم تكن له فضائل لماذا جعلته في كتاب فضائل الصحابة وعنونت بالذكر؟ أحسنت. أنت إذا تعتقد لا يوجد له فضيلة لماذا قلت فضائل الصحابة؟ إذا كنت تعتقد له فضيلة لماذا قلت الذكر؟ أحسنتم. هذا التهافت. ولكن أنا أعتقد بأنه لو لم يقل لم يقبل من النهج الأموي. لا يروج كتابه، لا يروج كتابه بين الأمويين. أحسنتم. نعم. فلهذا صار أصح كتاب بعد كتاب الله. إذن هذا هم مورد ابن قيم الجوزية، وأختم حديثي إذا أكو مداخلات. هذا آخر كلام أقوله، وإذا صار وقت أشير لمطالب أخرى. نعم. في المنار المنيف الصحيح والضعيف، ابن قيم الجوزية حققه وراجع نصوصه عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية، هناك في صفحة 116 الفصل 35. التفتوا جيدا المشاهد الكريم، بودي أن يلتفت. قال: ومن ذلك ما وضعه بعض جهلة أهل السنة في فضائل معاوية. قال إسحاق بن راهوي: لا يصح في فضل معاوية بن أبي سفيان عن النبي شيء. ولكنه مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد، في هذا الكتاب يبدأ الصحابي الجليل لا يا ريت صحابي جليل يقول الأحاديث، بودي أنه يخرج في المتن الأحاديث الصحيحة التي خصت خال المؤمنين بالفضل، ولم يصح الفضيلة الأولى، الفضيلة الثانية، الفضيلة الثالثة. اللهم علم معاوية الكتاب هذا ومن اتبعه على الهدى، عليكم بالأمين وأصحابه، اللهم اجعله. هذه كلها موضوعات بتصريح أكابر النهج الأموي، ولكن هؤلاء ما أريد أقول أصحاب الأمانة العلمية، هكذا يعلمون الأبناء في المدارس من هو معاوية. واقعا يلوثون أفكار التلاميذ. واقعا أنتم انظروا الأمانة العلمية التي يتحلى بها هؤلاء. ثم ينتظر الفضيلة السادسة والفضيلة السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، تجعله والعاشرة، التفتوا جيدا، الفضيلة الحادية عشرة، الفضيلة الثانية عشرة، الفضيلة الثالثة عشرة، الفضيلة الرابعة عشرة، وهكذا مولانا. وكأنه كل الفضائل لمن؟ لرأس النفاق الأموي معاوية بن أبي سفيان. أحسنتم سماحة السيد. نأخذ بعض الاتصالات. معنا الأخ أسامة من السعودية، تفضلوا. تفضلوا أخ أسامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. نشكر الشيخ بارك الله فيكم على هذه البرامج المباركة. حياكم أسامة من مكة، الله يحفظكم، الله يزيدكم علم. حياكم احنا من طلبتكم يا شيخ. بارك الله فيكم. صلى الله على نبينا محمد وآل محمد. الله يحفظكم ان شاء الله. انتم من اين تتصلوا؟ الله يحفظك. الاخ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يتصل من مكه المكرمه. من حياكم مكة. الله. نعم، كان بيودي انه يكون عندنا معنا مع الخط نساله بعض الاسئله. نعم، الظاهر انقطع الاتصال. شكرا للاخ الكريم شكرا وسامح. لهذه المداخله. نعم. الكريمه، وسلمونا على اخوانكم واعزائكم، ولا تنسونا من الدعاء كما ان شاء الله لا انساكم من الدعاء ان شاء الله ان شاء تعالى. الله. معنا الاخ نبيل من الجزائر، تفضلوا اخ نبيل. نعم اخ السلام نبيل. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. تفضلوا. نعم. نشكر شيخنا. حياكم الله.
ونقول بأنه بأننا نحب علي ونحب آل بيت رسول الله، نعم، ونبغض من عاداهم لا يوم الدين. نعم. أحسنتم جزاكم الله خيرا أخنا العزيز، وشكرا على هذا الإطراء، حياكم الله، وشكرا لكم أيضا، حياكم الله. شكرا للأخ الكريم نبيل من الجزائر. معنا الأخ أبو عمار من العراق، تفضلوا أبو عمار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. صباحك سيدي، شلون صحتك؟ مرحبا بك أخي العزيز. سيدنا بس عندي فد مداخلة. تفضل يعني بإجازة. احنا بالعراق صارت مظلومين مضطهدين، ما دام احنا نسالف الفكر الأموي الفكر معاوية، تعتقد سماحة السيد احنا الآن ما دام احنا نفض بني أمية فاحنا متعرضين إلى هجمة كلش قوية من قبل الفكر الأموي ومن أتباع بني أمية وأتباع الفكر الوهابي أيضا ومن أمثال ابن تيمية اللي ما يعتبر بشيخ الإسلام. سماحة السيد أنا عندي بس سؤال، هل تعتقد أن الفكر الأموي يمكن أن يتغير يعني مستقبلا لو راح يبقى هذا الفكر نفسه؟ طيب حياكم الله. شكرا للمداخلة. حياكم الله. معنا الأخ لؤي من العراق، تفضلوا أخ لؤي. نعم أخ لؤي تفضلوا. ألو، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. نرجو من سماحة السيد الإشارة صراحة إلى الأمويين الجدد أمثال الشيخ العرعور الذين يظهرون فيه فضائيات. طيب ويترحمون طيب على ما لا نود ذكر الأسماء أخي الكريم. نعم شكرا لكم. طيب نعم لا سأعلق إن شاء الله عند بل أعلق بل. من معنا أحمد، الأخ أحمد العربي من أمريكا، تفضلوا أخ أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله بك سماحة السيد، بس أريد أقول لك إحنا نتابع قناة الكوثر على مود هذا البرنامج الرائع، فنتمنى منك ومن المخرج ومن قناة الكوثر يسوون البرنامج ساعتين، لأنه مع الأسف أعداء أهل البيت يعطوهم ساعتين وثلاث ساعات في قنواتهم الفضائية، ونحن نعطيك يعني دعوة. هذا ظلم في حقك يا سيد كمال حيدر، فأتمنى تستجيبون لطلبي ينطوك ساعتين أو ثلاثة، وشكرا جزيلا. حياكم الله. شكرا الأخ الكريم. معنا الأخ أبو مجتبى من العراق، تفضلوا أبو مجتبى تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، تفضلوا حياكم الله. أعطونا كم دقيقة حتى نعم. نجيب. طيب يعني الظاهر أن الصوت فيه مشكلة. نعم الظاهر أن الصوت فيه مشكلة، نعتذر الأخ الكريم. إذن آخر اتصال حتى ندع المجال لسماحة السيد. نعم أبو جعفر من ألمانيا، تفضلوا أبو جعفر. نعم أخي الكريم تفضلوا. نعم تفضلوا. عليكم السلام تفضلوا. نعم السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرة السيد الجليل، قرأت من فترة طويلة أن معاوية هو الذي سبب في قتل أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها بعد أن أشار إليه عمر بن العاص بأن يحفر حفرة ويضع فيها مادة النورة وهي في طريقها إلى الشام حتى لا تقلب أهل الشام على معاوية كما قلبت أهل المدينة وأهل البصرة سابقا. فلو تثبتون من كتب مدرسة الصحابة بأن معاوية هو الذي سبب في قتل أم المؤمنين، ولكم جزيل الشكر. أحسنت. طيب حياكم الله، إن شاء الله تعالى سينظر سماحة السيد. إذن معنا نبدأ بالتعليقات سريعة سماحة السيد. الأخ أبو عمار يقول هل يتغير النهج الأموي؟ الجواب أخي العزيز لا يمكن أن يتغير هذا النهج، أشربوا في قلوبهم إخواني الأعزاء، ختم الله على قلوبهم، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم
لا يؤمنون. اطمئنوا أن النهج الأموي الآن هو الحاكم في جملة من المواقع الإسلامية، وكما قلت قبل قليل أنتم تجدون الآن هناك إساءات واضحة لشيخ الأزهر، ومن الواضح أن شيخ الأزهر يعد من أئمة مدرسة الصحابة ولا علاقة له بالتشيع، ولكن بمجرد أنه يريد أن يفتح علاقة حوار مع مدرسة أهل البيت تبدأ ماذا؟ تبدأ الاتهامات. وهذا هو النهج الأموي الذي لا يتبدل ولا يتغير، ولن تجد له تبديلا ولن تجد له. وكان في بداية أمره قد مدحوا وأثنوا عليه وصلي أنهم ظنوا أنه سوف جزاكم الله خيرا أحسنتم. ولكن بمجرد كذا طبعا الآن كان الشواهد اللي عندي كثيرة جدا من الأمويين المحدثين ومن علمائهم الكبار في هذا المجال. نعم. بالنسبة للأخ لؤي يقول لماذا لا يذكر سمح سيد بعض المحدثين؟ نعم. الجواب أخي العزيز، إحنا المشاهد الكريم يعرف أن هذا البرنامج قام على أساس أن يذكر العلماء، أن يذكر أهل العلم الواقعين، أما مجموعة من الجهلة، مجموعة من المدلسين، مجموعة من الذين واقعا الإنسان يربأ بنفسه أن يذكر أسماءهم، واقعا أنا أربأ بك أن تذكر مثل هذه الأسماء. نعم إن شاء الله تعالى بعد ذلك سنأتي، لأنه هذا السؤال كثيرا ما يتداول، ما هي مشكلتكم مع محمد بن عبد الوهاب؟ الجواب سيأتي أن محمد بن عبد الوهاب هو من أشد المؤيدين للنهج الأموي. احنا مشكلتنا مع محمد عبد الوهاب بغض النظر عن مسائل التوحيد التي ان شاء الله بعد ذلك سيتضح انه توحيده ما هو، وانه هذا الذي هم يفتخرون به سيتضح، ارجو الله ان اوفق في شهر رمضان ان اقف عند مسائل التوحيد، سيتضح ان محمد عبد الوهاب مشكلته الاساسيه انه ماذا؟ انه اموي الهوى والعقيده والنهج، وهذا ما سنقراه من كتبه. اما أحسنت. الاخرون فمجموعه نعم. ممن لا يستحق ان يذكر. بالنسبه للاخ احمد العربي من أمريكا في زيادة الوقت يتحدث عن زيادة الوقت، والله أخي العزيز هذه بعد ليس تابع لي، ولكن أدعو الله سبحانه وتعالى أن أوفق أنه في شهر رمضان نكون أكثر من هذه الأوقات التي الآن معكم، نكون معكم إن شاء الله نعم. تعالى نعتذر الأخ أبي مجتبى لأنه صوته كان مقطعا بلي. والأخ أبو جعفر من ألمانيا قضية تسبب معاوية. هذه القضية هسه سواء ثبتت أو لم تثبت هذه ليست كثير الآن ليست مهمة في إثقال ميزان سيئات ماذا؟ معاوية. يكفيه الحسن سبط رسول الله. فيه من السيئات ما يكفي وزيادة. أحسنتم. إذن في ختام هذه الحلقة نشكركم سماحة آية الله سيد كمال الحيدر، كما أشكر الأخوة والأخوات جميعا، وطبعا سامح سيد الواقع هناك كثير من يعني المراسلات التي تأتينا نعدهم ولا نفعل، ووعدنا المشاهد الكريم أنه فتحنا حقل أن نجيب على بعض الأسئلة المستعجلة، ولكن مع الأسف تشوفون الآن نعم. الوقت لم يسع. أحسنتم. ولكن اطمئنوا أيها الأخوة بأننا نقرأها ويطلع عليها سماحة السيد، وأحيانا يستفيد يعني بعرض بعض القضايا التي هي مهمة بالنسبة لكم، يعني يدخلها في بعض محاور البحث استجابة لطلباتكم. أشكر مرة أخرى سماحة آية الله سيد كمال الحيدر، كما أشكر الإخوة والأخوات جميعا، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.